هزيم أحدث منظومة تركية مضادة للتهديدات الأرضية. قامت شركة أسلسان مؤخرا بتسليم نظام يانير هزيم الحديث لكشف الألغام إلى القوات المسلحة التركية. وقد شارك النظام في نشاط فعلي علني لأول مرة ضمن نطاق تمرين إفاس 2024. وفي نطاق سيناريو التمرين جرى تدمير الألغام التي اكتشفها يانير بواسطة فريق كشف تدمير الألغام والمتفجرات المرتجلة METI عبر نظام الذراع الروبوتية تشاكر التابع لشركة أسلسان. وتحافظ المركبة المخصصة لاستخدام قيادة القوات البرية على سلامة الأفراد على أعلى مستوى من خلال القيام بمهام الكشف والتعرف على المتفجرات والألغام ووضع علامات عليها بمعدات إلكترونية خاصة. ويضمن هزيم الألغام يانير اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الألغام والمتفجرات على الطريق من خلال الرادار وأجهزة الكشف عن المعادن الموجهة بواسطة الآليات الموجودة في مقدمة وجانب السيارة المدرعة المدمجة معه. يانير هزيم يمكنه اكتشاف التهديدات من مختلف الأنواع والأحجام حتى في أنواع التربة المختلفة بفضل خوارزميات الرادار من الجيل الجديد، وسيقدم مساهمات كبيرة للقوات المسلحة التركية.